الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسلمون الكرام، إن من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى بعد التوحيد الصلاة، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي ينقر صلاته نقراً، فقال: هذا لو مات على ما هو عليه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على المسلم أن يعتني بالصلاة وأن يصليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا. ولما يشاهد الإنسان كثرة الأخطاء التي تقع من المصلين في المساجد وفي البيوت، يرى أن من الواجب على الأئمة وعلى المعلمين أن يعلموا الناس كيفية الصلاة الصحيحة. وإن كان هذا الموضوع الأحق به أن يكون في الدروس العلمية، ولكن لما انشغل كثير من الناس ولا يكاد يحضر درساً علمياً واحداً أبداً، وكان يوم الجمعة يوم اجتماع الناس، فأحببت أن أخصص هذه الجمعة لشرح كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولن أتقيد بمذهب معين، إنما آخذ الراجح أو ما ترجح من المذاهب المعروفة. فالصلاة لها شروط، الشروط تكون قبل أن تبدأ الصلاة، ولها أركان وهي ماهية ومكونات الصلاة، ولها واجبات ثم سنن. فشروط الصلاة: أولاً النية، استقبال القبلة، دخول الوقت، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. بعد ما تهيأ الإنسان للصلاة ودخل الوقت، فجاء ووقف في مصلاه واستقبل القبلة، بعد ذلك تبدأ أركان وواجبات وسنن الصلاة. أولاً، وقف الإنسان للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءاً سابغاً، الموية تصل لكل الأعضاء. قال: ثم استقبل القبلة فكبر. أول ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، ولو دخل الإنسان الصلاة من غير تكبيرة الإحرام باطل الصلاة. يكبر تكبيرة الإحرام، وكيفية التكبير: أن يرفع يديه ممدودتين، يعني الأصابع ممدودة، ما يفرج الأصابع ولا يضمها، ممدودتين، يرفعها حذو الأذنين أو الكتفين، يعني كده مع الكتفين أو مع الأذنين أو فيما بينهما، ثم يكبر. التكبير يكون إما مع رفع اليدين معه طوالي الله أكبر، أو يرفع يديه بعدين يكبر الله أكبر، أو يكبر قبل رفع اليدين الله أكبر، يرفع يدينه
كل الصور دي صحيحة. بعد أن كبر تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، يضع إما وضع كيفيتين، وضع يخط يده اليمين فوق اليد اليسار وضع فقط ما يمسك، أو يقبض قبض، يقبض اليسار باليمين، يقبض قبض، الطريقتين صحيحات. ويكون الوضع عند الصدر، ما يضع في الخاصرة تحت البطن، ولا يضع عند النحر. في ناس الواحد بيصلي يدينه يكون ماسكن عند النحر، برضو غلط، يكون عند الصدر. ولو قبض يقبض على جزء من الكف والرسغ المفصل ده وجزء من الساعد، يقبض اليد. وهذه من سنن الصلاة، يعني الإنسان لو ما قبض أو لو ما وضع يديه على الصدر خالف السنة، لكن الصلاة صحيحة. بعد أن وضع يديه يبدأ بدعاء الاستفتاح، عنده صيغ كثيرة، أفضل صيغة كما قال ابن القيم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب، هذا دعاء الاستفتاح وحكمه سنة في الصلاة، لو تركت الصلاة صحيحة. بعد دعاء الاستفتاح تتعوذ من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والاستعاذة واجبة من واجبات الصلاة. طيب، بعدها تقرأ البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها تدخل في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. في أي ركعة، إمام ولا مأموم، هي ركن في الصلاة، وفي حق الإمام ركن، وفي حق المأموم واجبة. يعني حتى أنت مؤتم بإمام، الإمام قرأ سورة الفاتحة جهراً تسمع له، انتهى من قراءة سورة الفاتحة تقرأ أنت لنفسك، وهي من واجبات الصلاة كما رجح ذلك ابن عثيمين وابن باز وغيرهما. طيب، قراءة الفاتحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آية آية واحدة واحدة. بعد أن قرأ الإنسان الفاتحة ولو نسيها في ركعة، هذه الركعة لاغية، تعتبر باطلة وتجيب ركعة مكانها. بعد قراءة سورة الفاتحة يقول الإمام، لو كانت الصلاة جماعة يقول الإمام آمين، وبعد يقول المأمومون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، بعد ذلك يقرأ الإنسان ما تيسر، والقراءة بعد سورة الفاتحة سنة. لو اقتصر الإنسان فقط على الفاتحة بس، الصلاة بالفاتحة براها الصلاة صحيحة، صلاة جماعة بتصلي نافلة براك كويس، الصلاة صحيحة. لحديث الرجل اللي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه، ومعاذ صلى بسورة البقرة أطال الصلاة، خرج الرجل شاب وصلى، صلى في الفاتحة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال له: أقرأ بأمي الكتاب وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حولهما ندندن. فالعلماء قالوا اكتفى بصورة الفاتحة، الصلاة صحيحة. والسنة تقرأ بعد الفاتحة، وتقرأ الأفضل سورة كاملة من قصار الصور، سورة كاملة ده الأفضل. ما قدرت ممكن تقرأ من أول الصور، ده الأفضل، من بداية صورة معينة، أو تقرأ آيات محددة ولو آية واحدة، صحيح الصلاة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركيبة الفجر، يقرأ: قولوا ربنا آمنا بما أنزلت، الآيات بتاع سورة البقرة
أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية واحدة. وكان يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، آية واحدة. صحيح الصلاة. وإذا كان الإنسان إماما يصلي بالناس صلاة خفيفة، ما يطيل، يصلي بقدر سورة الضحى، سورة الشمس، سبح اسم ربك الأعلى. أما الإنسان لو كان يصلي لنفسه، بيصلي قيام ليل أو كده لنفسك براك، طول ما شئت. وللإمام من فقه الإمامة أن يصلي بالناس ويراعي الناس. لو شفت ذول مريض، ذول عاجز ما يقدر، إنسان عنده شيء يشغله، سمعت صوت صبي بيبكي، تخفف على الناس الصلاة. طيب، بعد أن يقرأ آيات بعد سورة الفاتحة يركع ويرفع يديه عند الركوع، ودي من مواضع رفع اليدين. قلنا في الأول يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وعند الركوع، أربع مواضع: عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. دي أصلا مواضع رفع اليدين. وإن كان ورد في السنة إنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع مع كل تكبيرة، كان بيرفع يديه، ولكن أحيانا، ده ما دائما. أربع مواضع: أول ما ركع الإنسان رفع يديه فكبر ثم ركع. وصفة الركوع أن يستقيم ظهر الإنسان، يعني هو راكع ظهره يكون مستقيم، حتى لو وضع عليه الماء لاستقره، لو كبت في ظهره موية الموية تستقر في مكانه، يكون مستقيم الظهر. ويقبض بيديه مفرجتين، يفرق الأصابعين ويقبض على الركب، على الركبتين يقبض كأنه بيمسك على ركبته. والظهر يستقيم، والرأس يكون حيال الظهر مستقيم مع ظهرك عديل. يركع حتى يطمئن، لأنه في ناس بيركعوا بسرعة شديدة ما بيطمئن. طيب، حد الاطمئنان شنو؟ أن تقول ذكر الركوع ولو مرة واحدة: سبحان ربي العظيم، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ده من أذكار الركوع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الإنسان ركع، الرفع من الركوع، يرفع يديه مع الرفع من الركوع، إما حيال الأذنين أو حيال الكتفين أو ما بينهما، يرفع يديه، يقول سمع الله لمن حمده. يا إخواننا، أنا أدري إنه هذه الأشياء أغلب الناس يعرفوها، لكن من الناس من لا يعرف، ومن الناس من يحتاج إلى ضبط في ألفاظ الصلاة، ومنهم من يحتاج إلى تذكير عشان يعرف صلاته دي صحيحة ولا لا. كويس، يقول سمع الله لمن حمده. وانتبه في حق الإمام والمأموم، لأنه في ناس فهموا الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، هو طوالي رفع ما بقول سمع الله لمن حمده، يقول طوالي ربنا ولك الحمد. لا، الصحيح الإمام يقول سمع الله لمن حمده. إمتى المأموم؟ تقول سمع الله لمن حمده، بعد ذاك تقول ربنا ولك الحمد. كويس، وربنا ولك الحمد عند أربع صيغ: ربنا لك الحمد صحيحة، اللهم ربنا لك الحمد صحيحة، اللهم ربنا ولك الحمد صحيحة، ربنا ولك الحمد صحيحة، بكل هذه الصيغ. من السنة تزيد عليها، تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب، دي من السنة تقولها، لو ما قلتها صلاة صحيحة كده. بعد القول ربنا ولك الحمد يقبض، وده الصحيح. وإن كان الشيخ الألباني ذهب على إنه الإنسان يرسل يديه،
بعد ما قال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد يرسل يديه، هذا قول الشيخ الألباني، لكن الصحيح يقبض يديه برضه. يتمهل الإنسان ويطمئن في الرفع من الركوع، لأنه ناس كتار جدا الزول ما بيقيم ظهره، شفت الركوع ده بس بيرفع بسيط وطوالي بسجد صلاته باطلة. ده أكلمك زول ظهره ما استقام في الرفع من الركوع وسجد طوالي صلاته باطلة. يستقيم الإنسان بعد ذلك يخر ساجدا وينزل بيديه قبل ركبتيه، وهذا الراجح والله أعلم، اليدين في الأول ثم طبعا بكبر ويسجد على سبعة أعظم أو سبع أعظم اليدين، واليدين ما يسجد على رأس الأصابع، في ناس الواحد بيكون ما داري يتوسخ ويدينه حاسس إنه نظيف وكذا يقوم يسجد على رأس أصابعينه، لا تسجد على عظم اليد، راحة اليد تمكن يدك من الأرض. اثنين اليدين والجبهة ومع الأنف، وتمكن الأنف من الأرض كما تمكنت الناصية أو الجبهة الإنسان كده. ثلاثة الركبتين، خمسة أطراف القدمين، يبقى سبعة أعظم. القدمين يكونوا متجهات تجاه القبلة كده عدل القبلة، وتحني الأصابع، تكون الأصابع محنية وتسجد أو تسجد على ذلك، وتضم القدمين مع بعض، ما تفرج قدمينك، في ناس الواحد بيرفع قدمينه كده فوق، السجود ده باطل كده، والسجود ركن من أركان الصلاة، تبقى الركعة دي كلها باطلة، بيرفع كرعين وتلقى بالعبين كده ورا، لا تثبت رجولك في الأرض وتضمهم مع بعض. سجد الإنسان ذكر السجود يكفي مرة واحدة، والسنة تزيد وتكتر قدر ما كترت أحسن، سبحان ربي الأعلى، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا صحيح. سجد الإنسان بعد ذلك يرفع رأسه من السجود فيجلس الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ينصب الرجل اليمنى على طريقة السجود، ينصب الرجل اليمنى ويحني الأصابع وتكون تجاه القبلة، ويفترش الرجل اليسرى يجلس عليها، دي صيغة الجلسة بين السجدتين. ويمكن ما يسمى بالإقعاء، ينصب رجلين الاثنين مع بعض برضو صحيحة في الجلسة بين السجدتين فقط، ينصب الرجلين ويجلس عليهم، وده يسمى بالإقعاء، إقعاء الكلب أو إقعاء القرد، نفس جلسة الكلب أو القرد تلقى قاعد على رجوله، صحيحة لكن فقط في الجلسة بين السجدتين. والذكر يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرره لو واحدة تكفي في حد الإطمئنان، يجلس لحد ما كل عضو يرجع مكانه، مش سريع زول بيرفع كده وطوالي بينزل، باطل الصلاة، حتى يطمئن، يطمئن في الجلسة بين السجدتين، ويضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين. طيب سجد السجدة الثانية نفس الأولى، وقام إلى الركعة الثانية يبدأ بالحمد، طوال يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما في سكتة، السكتة الأولى ديك ما كانت لدعاء الاستفتاح، ثاني ما في سكتة، يبدأ يقرأ سورة الفاتحة، يصلي بنفس طريقة الصلاة الركعة الأولى، يجلس بعد ذاك للتشهد الأوسط، الجلوس نفس الجلوس اللي قلناه، ويفترش الرجل اليسرى يقعد عليها، ينصب الرجل اليمنى، يقرأ التشهد التحيات لله، الطيبات، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، التشهد الأفضل يقرأ معه الصلاة الإبراهيمية كما قال الشيخ ابن باز، الأفضل
لكن يكفي فقط التشهد. قام من الجلوس للتشهد، والتشهد كل سنة، الجلسة والتشهد من السنة. يعني الإنسان لو تركه مش متعمد ساهيا ممكن يجبر بسجدتي سهو، يقوم طوالي إلى الركعة الثالثة ويرفع يديه، ده الموضع الرابع في رفع اليدين. قام من الجلوس الأوسط وكبر الركعة الرابعة أو الثالثة، يقرأ الفاتحة فقط، ويمكن أن يقرأ معها آيات، ممكن برضو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكان يسمع الآية أحيانا هما سرا، لكن ممكن تسمع منه الآية والآيتين كما جاء في الحديث بالفاتحة فقط. صلى الركعتين، الجلوس الأخير ومعه التشهد، نفس التشهد الفات زيادة على الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، دي أكمل صيغة كما قال الشيخ ابن باز اللي فيها الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بعد أن قرأ الصلاة الإبراهيمية يدعو ويستعيذ من أربع: من عذاب القبر، من عذاب النار، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. استعاذ من هذه الأربع، بعد ذلك يدعو بما شاء لنفسه، كويس؟ يدعو بما شاء. ده وقت يا أخواننا من أوقات إجابة الدعاء. الصلاة تحريم، دخلنا قبيل الصلاة بتكبيرة الإحرام، وتحليل يعني أتحلل منها، أطلع بالتسليم، والتسليم تسليمتين ما واحدة، تسليمتين، وكثير من الأئمة الآن تلقاهم بيسلموا تسليمة واحدة اتجاه اليمين، هذا يدل على جهل الإمام، والحديث في التسليمة الواحدة ما ثابت، ولكن لو كان الإمام ما يعلم جاهل صلاته صحيحة. طيب، تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، صحيح برضو. بعد ما سلم يقول أذكار الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، الله، إلا أن يكمل أذكار الصلاة والتسبيح 33 وتحميد 33، ويقرأ آية الكرسي، التكبير 33 المعروفة، ويقرأ آية الكرسي. حديث أبي أمامة قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كويس، ده فضل عظيم جدا، يقرأ آية الكرسي بعد ما خلص. طيب، الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة، ما بجوز. تلقى فيه أئمة الواحد أول ما خلص من الصلاة يدعو والناس بيأمنوا من خلفه، ما بجوز، ده من البدع ومن الخرافات. أيضا من البدع في الصلاة قبل ما تبدأ الصلاة، في ناس عندهم دعاء قبل ما يكبر يرفع يديه يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، بدعة ده، ما في أي دعاء قبل الصلاة. طوالي أنت أحسنت الوضوء، استقبلت القبلة، كبر طوالي أدخل في الصلاة، هذا من البدع والخرافات. ومن البدع أيضا في الصلاة دعاء القنوت اللي بيكون سرا يوميا في الفجر بعد ما ينتهي من القراءة. أول ما الإمام كمل القراءة بتلقاه ساكت، أنت بتحتار ده بسوي في شنو، ذاته بيقول في شنو، وأنت ذاتك ما تعرف تقول شنو، كويس؟ بيقرأ عندهم دعاء بتاع القنوت، هذا من البدع، ما بيجوز. القنوت يا أخواننا بيكون جهرا، وبيكون عند النوازل
وبيكون بعد تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بعد ذلك بيدعو الإمام دعاء القنوت والناس بيأمن وراه جهرا وفي كل الصلوات. وده في كل من تكون في نازلة في البلد جوع في مجاعة في حرب في كده الأئمة كلهم بيدعوا ودعاء القنوت ده شكله. أما القنوت اللي بيعملوه في سرا وبعد القراءة هذا من البدع ولا يجوز. وإن كان ابن القيم يقول لو زول صليت معاه وقنت الصلاة صحيحة. يا إخواننا من أهم المهمات إتقان الصلاة وتصلي على الطريقة الصحيحة. وكل ما الإنسان تتبع السنة في الصلاة كل ما عظم الأجر في صلاته. ولذلك الخطبة ما بتكفينا لشرح كل هذه الأشياء وكذلك طريقة معالجة الصلاة ما بتكفينا، لكن الإنسان يأخذ عنا معلومات ولا بد يعرفها. وأقلها لو درت تفهم الصلاة فقهها صحيح، بس أعرف أي حركة في الصلاة هل هي ركن ولا واجب ولا سنة. لو ركن لو ما جبته في الركعة الركعة دي باطلة، بس أفهم المعلومة دي. لو ركن زي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين دي أركان في الصلاة. لو نسيت واحد منا الصلاة باطلة أو الركعة دي باطلة. لو كان الشيء من الواجبات زي ذكر الركوع وذكر السجود هذه من واجبات الصلاة دي ممكن تجبر بسجود السهو، تجبرها بسجود السهو. لو كانت من السنن ما بتحتاج، يعني لو انت جبت لا سجود سهو خير، ما جبته الصلاة صحيحة. لو قدرت تصنف الصلاة كلها بهذا الفهم انت لو حصل اي خطأ في الصلاة تقدر تعالجه. والان شوف المساجد دي والله كثير منهم يحصل مشكلة في الصلاة او سهل الامام، ما السهو ده موارد، يسهو الامام ما يقدر يعالجه الصلاة وتدور شكله. واول ما تنتهي الناس بالشكل فريقين تلقاهم، ده يقول له صلاتك باطله نعيده وده لا صلاه صحيحه ما بنعيده، وتلقى الشكل مدوره لانهم ما قادرين يعالجوا الصلاه. ولذلك يا اخواننا خصصت هذه الخطبه وان كان الموضوع موضوع درس ما موضوع خطبه جمعه، لكن كثير من الناس والله ما بنلقاهم، يعني عشان اعلم الاشياء دي ما بتلقاه ويعمل لك فما فاضي، نحن مشغولين انت جاري لحق شنو؟ دي صلاتك يا اخي، ما تتعلم الصلاه؟ والله في ناس شغالين باللي تعلموه في الابتدائي زمان، ذاك الزمان تعلموه في الابتدائي، زول تلقى كبير لسه شغال به كويس. ولو حصلت له اي مشكله في الصلاه والله ما يقدر. واحد طالع من المسجد زول كبير شايب، الامام قرا ايات فيها سجده وسجد الامام وقام وواصل الصلاه عادي السجده المعروفه. اول ما طلع زول ده منبز برا وزهجان، ده شنو ده؟ قال جابوا لنا صلاه جديده فيها 3 ركعات ودي ما قابلتنا صلاة الفجر. يا ناس ما ممكن زول يكون شيبة ولسه ما عارف انه السجدة دي ما باعتبارها ركعة براها، دي سجدة بتاع التلاوة. ليه؟ الناس ما بتتعلم الأشياء دي، وحتى اللي بيتعلموا بيتقيدوا بمذهب ويقول لك ده مذهبنا، وجبت لنا أي شيء جديد ثاني ما بنقبله منك. يا أخي ما في حاجة اسمها مذهب، أنت بتتقيد به. نعم المذاهب الإنسان يستفيد منها ويتعلم منها، لكن لا يتقيد بمذهب إن كان فيه مسألة خلاف السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا وأن يوفقنا إلى إحسان صلاتنا وجميع عباداتنا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه جواد كريم. وقوموا للصلاة يرحمكم الله.